لو نعلي الصوت من فضلك يا استاذ رفيق من فضلك. اقول لحضرتك من الساعه 3:30 بدات القطارات ان شاء الله تمشي في مسارها، قطارات بحري وقطارات ابلي. في عندنا قطر 15 قام الساعه 3:40، وفي قطر 160 قام الساعه 15:30، والقطارات متواليه ان شاء الله في القيام. وان شاء الله الوزير وعدنا زي ما قال الاستاذ جبالي على اساس ان احنا هنعيد هيكله الاجور في السكه الحديد باكملها على راسهم قائد القطار، لازم قائد القطار ده يكون على قائمه العاملين بالهيئه بما يعاني وبما يقابله في التشغيل بتاعه والمخاطر اللي هو بيتعرض ليها اثناء مسيره واثناء استعداده بالقطار والحوادث اللي بيتعرض لها. زي ما قال الاستاذ جبالي عندنا ناس سواقين ومساعدين فعلا ماتت واللي اتحبس واللي اتبطرت ايده واللي اتبطرت رجله، فاحنا ان شاء الله السواقين فعلا دي حقيقه استاذ لميس بيعانوا الامرين في التشغيل بتاعهم ومظلومين فعلا حقيقي في كل شيء، ده ابسط الحقوق واقعه مننا. ومع ذلك احنا على قدر المسؤوليه والسواقين الحمد لله شايفه شغلها والحمد لله ما فيش مشكله. طب انتوا كنتوا اتفقتوا على 10% حوافز؟ لا احنا ما اتفقناش على 10% طبيعه العمل ديت، ومعالي الوزير وزير النقل فاجئنا بيها واحنا في الاجتماع بال 10% طبيعه عمل لجميع العاملين بالهيئه. ولكن السواقين ليها حافز اللي هو حافز الاضافي دوت اللي هو بيصرف لجميع العاملين بالهيئه، والقرار طالع واضح وصريح ان الاضافي يتقاضى جميع طوائف التشغيل واحنا من اوائل طوائف التشغيل، ومع ذلك استثنينا بحجه ان احنا بنقضي ساعات العمل اللي مطلوبه مننا في خلال الشهر. ومع ذلك احنا قلنا احنا لو انت ال 208 ساعه اللي انت طالبهم مني يا سكه حديد في خلال الشهر، لا عاملني بالرحله الواحده، انا عندي الرحله الواحده ممكن تاخد مني 15 و20 ساعه، ليه ما تحاسبنيش بالرحله الواحده وتديني ساعات العمل بالزياده بتاعتها؟ بلاش نتحاسب بالشهر لو انت عايز تحل يعني. طيب اذا فضل اضراب، انتوا رجعتوا لشغلكم تاني وفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله وفي اعاده هيكله المفروض وعدوكوا بيها بعدك بيها وزير النقل. وعدونا فعلا معالي الوزير وعدنا بهيكله الاجور على مستوى الهيئه، وان شاء الله هنحط السواق دوت يعني على قمه العاملين بالهيئه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك استاذ رفيق وهدان رئيس رابطه السائقين بالسكه الحديد، ومعايا على الهاتف ايضا دكتور رجب موسى مساعد وزير النقل.